الحمد لله أن هناك بقية من خير لا تزال صامدة وحاضرة في الروح العراقية. في مدينة الطب ببغداد، ذو أحد الأطفال الصغار جاءوا لاستخراج شهادة وفاة من أجله. فريق من الأطباء عاين حالة الطفل الذي ظن أهله أنه فارق الحياة، وبفضل الله ثم بفضل اهتمام فريق من الأطباء في مدينة الطب للأمانة، وهذا حصل بحق، نجا هذا الطفل من الموت وعادت الحياة تدب في عروقه من جديد. هذا ليس تهكما وإنما حقيقة وقعت، شاهدوا بأم أعينكم. كل زين 7-8 كده اللي اكتبه ده داين دور؟ سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. الشكر لهذا الفريق الطبي الذي قام بدوره ولم يتقاعس ولم يترك فترة المناوبة، كما حدث مرارا وتكرارا في البصرة أو بغداد وغيرهما من المحافظات. مثل هذه الأخبار المليئة بالتفاؤل معنيون نحن بعرضها دائما حينما نلمسها واقعا، وهذا ما نتمناه أن يكون في العراق.